أنا اسمي بدري منصور علي وهيبي مرزوقي من أبناء مديرية التحيتا حارتي أقوب معي ورشة لحام في التحيتا، من ثم نقلتها إلى الخوخة. تم استقطابي للعمل مع الحوثيين جمع معلومات عن القوات المشتركة في الساحل الغربي. بداية عملي مع الحوثيين في جمع المعلومات كانت قبل عامين، وكنت ماشي إلى زبيد واحتجزوني في نقطة الصويق، وضمن علي شخص اسمه سالم جمال من أبناء التحيتا يعمل مع الحوثيين مشرف في زبيد يسمى أبو خالد، بشرط أن أجمع له معلومات عن القوات المشتركة في الساحل الغربي. وافقت على طلب أبو خالد وتم الإفراج عني من النقطة، وبدأت أجمع له المعلومات عن القوات المشتركة في الساحل في التحيتا، وهم اللواء 12 واللواء البوكري واللواء الوحش. أول عمل لي نقلت له أماكن انتشار اللواء 12 أمالقة في التحيتا، ثم بلغته أنه تم نقل اللواء البوكري وتم استبداله باللواء 9 أمالقة بقيادة الوحش، من ثم طلب مني جمع معلومات أن اللواء 9 أمالقة. من ثم بعد فترة رحت إلى زبيد مرة ثانية واحتجزوني في المغراس عند شخص اسمه أزام، وبلغته قبل ما يسجنني، كلمته أن أنا أشتغل معكم وأبرا شخص سالم جمال ولا تخاف، من ثم شل تلفوني واحتجزني فترة قصيرة وخرجني ورحت إلى زبيد، ورجع تواصل بي وطلب مني معلومات واستمريت في العمل. تواصلت مع عزام لفترة قصيرة، من ثم حولنا إلى شخص اسمه نصر بنفس الرقم، واستمرت على تواصل مع نصر إلى أن تم القبض علي. بلغت نصر أنه تم نقل كتيبتين إلى التحيتة وكتيبتين إلى حسم اللواء الوحش، وأين تواجد قائد اللواء يوم ما تبادلوا البوكري باللواء الوحش داخل التحيتة، وأن مقر العمليات واسم قائد اللواء والعمليات والتسليح وأطقم وعربات متحركة. من ثم نقلت له بعض أرقام وأسماء قيادة اللواء 9 أمالقة، وأن اللواء يمتلك طيارة بدون طيار، وأنه تطلق قضايا في صناعة محلية. ومن ثم بلغته أن تواجد المقاومة الوطنية في معسكر أنبرة، معسكر أبو موسى الأشعري، وكلمته عن تعزيزات للمقاومة الوطنية ومنها 17 طاقم متحركة من جنوب الخوخة إلى دريهم، ولم أستلم من الحوثيين أي ريال ولا بيس، إنما كان الدافع إن أنا أروح لزبيد وأرجع ويتسهلوا لي الطريق ويخلونا مر وأرجع بدون ما يتعرض لي أي أحد. إذا حجزونا في نقطة ولا شيء أتصل بهم يخلونا مر، يسمحوا لي بالمرور من النقطة بكل سهولة. أروح لزبيد أشتري معدات وسامان ومواطير وأشتري سامان وأرجع للخوخة. من ثم كان الدافع إن أنا لا أتأخر في أي نقطة ولا أحتجز في أي نقطة فقط. وبشكل عام على كل حال، يعني أنا ندمان على هذا الموقف وعلى هذا الأمل اللي عملته وعلى هذا الغلطة اللي ارتكبتها، ومقابل أملي مع الحوثيين، وأنصح أي شخص وأي مواطن وأي إنسان ألا يتأمل مع الحوثيين ولا يورط نفس هذه الورطة ولا يغلط هذه الغلطة، لأن هذا الأمل منافي للأخلاق ومنافي للمبادئ الإسلامية ومنافي لأي أمل، يعني هذا أمل غير طبيعي، يعني لا يرضي الجميع ولا يرضي الله ولا رسوله. وجرائم الحوثيين في الساحل كثيرة، الألغام وهاونات وقصف وتشريد ونزوح، يعني جرائم لا تحصى. أنصح الجميع أن لا يتورط مع الحوثيين ولا يغلط نفس هذه الغلطة ولا أي غلطة، ولا ينجر وراء الحوثيين نهائيا. أنا اسمي نبيل حسن سعيد جمال من محافظة الحديدة مديرية التحيتا حارة بني الجمال. اشتغلت مع الحوثي في جمع المعلومات عن القوات المشتركة. بداية أملي كان معهم قبل عامين، اتصل بعبد الله عطيفي مشرف مع الحوثة، وكان يشتينا أجمع له معلومات ويعطينا كان مبلغ مالي قدره 50,000، وجزئنا التواصل على كذا، يعني أتكلم أن العملية أن القوات المشتركة ماذا يعملوا، ماذا يتحركوا، أين يتجهوا، أين يخرجوا، أين مواقعهم، هكذا. بعد ما وافقت العمل معهم ربطنا بمحمد إبراهيم أبو إسحاق مشرف مع الحوثة مع الحوثين، وكنت أتواصل معه وأجمع له معلومات أن القوات المشتركة اللي موجودة تتواجد في التحيتة. وبعد فترة طلب مني أقابله في إب، وطلعت لإب والتقينا في فندق جنب جولة الإيدين، وعلمني على الإحداثيات والخريطة كيف أعملها،
وأعطاني جوال S4 وأعطاني مبلغ 20,000 وأرجع إلى التحيطة وكنت أتواصل معه وأعمل له الإحداثيات وأعمل له المعلومات وصلنا تواصلنا إلى مدة سنتين. عندما عدت إلى التحيطة طلب مني أماكن القيادة وأماكن الهاونات وأماكن متى يتحركوا متى يتم توزيع الأكل وأماكن الكتائب وأماكن وكم أهم دراءات كم أهم إيارات من أين يضربوا بهذا ولما تجي يضربهم بهاونات يشتي نتائج وين إيش اللي حصل إيش اللي ما حصلش إيش النتيجة في قتلى في جرحى زي كذا. طلب مني عندما كان المقاومة الوطنية تجهز ألوية إلى مأرب هل هذا صحيح؟ قلت له صحيح هذه 3 ألوية تجهز إلى مأرب مقاومة تبقى 3 ألوية تبقى الطارق إنهم بيتحركوا إلى مأرب وتواصلت معه وقلت له كان الأمر صحيح يشتوا يذهبوا إلى مأرب. سألني أن اللواء 6 تبقى طارق في الجبلية أين يتواجدوا أين مواقعهم قلت له ما أدري أنا نشوفهم وإحنا في الطريق أنا أعرف أماكن اللي في التحيطة أما في الجبلية قال لي إشتي كان فين مواقعهم فين ذا قلت له أبصرهم وأنا في الطريق فين مواقعهم ما أدري. قبل فترة سألني أن أبوات انفجرت الخط الرملة اللي يمد للتحيطة للساحل فجرت أبوة بسيارة فيها مواطنين توفوا 8 مواطنين والمرة الثانية قبل رمضان يعني بحوالي 3 أيام أو 4 أيام انفجرت أبوة باللواء 8 وراحوا منهم 8 وقتلى. قبل 7 أشهر ذهبت للسويق والتقيت جلست في مزرعة أبو أحمد يوسف أشور وجاء بواحد أبو بدر واشتيني معلومات أنا الفازة وأعطانا مبلغ 20,000 ريال وألمنا الخريطة كيف هن مواقعهم اللي في الفازة وإيش يتواجد في الفازة إيش من اللي يتواجدوا ولما رجعت تواصلت مع أبو بدر وكنت نقلت له بعض المعلومات. وقعت مي مشكلة في السويق بعد ما هذا المستأجر الأول خرجته من المزرعة وأجرت المزرعة لواحد ثاني. المستأجر الأول وأنا ماشي في الطريق عبد الله جباري مسكنا وسلمنا للحوثة واتصلت لأحمد يوسف أشوار وأحمد يوسف اتصل بأبو بدر وأجاني وأجا اتصل لهم أبو بدر وخرجوني. كان أبو بدر مش موجود هناك في صنعاء أجاب واحد ثاني من صحابه أو أخوه خلاهم خرجوه بسبب المشكلة. يقول إن أنا أقول لهم هذا ما أنا لا تمسكوه وفكوني. قبل 4 أشهر من القبض ألي محمد إبراهيم اتصل بي وأنا كنت في المدن أزاور ناس أهلي اتصل بي محمد إبراهيم بينك قلت له أنا موجود هناك قال لي أنا جنبك في الجراحين تعال لعندي. رحت لعنده فندق السعيد في الجراحين وكان 100 تلفون حقي S4 خربان قويت له اياه قلت له خربان وهذا قيمته 20,000 وقالوا لي اشتري الصلاح ب15,000 ريال ادى لي 20,000 وان انا سير اشتري تلفون وشغطت 20,000 ومشيت. وبعدين قال لي اشتغل جيب لي المعلومات واشتري تشوف لي هذه الأيام يتحركوا هل هم بيذهبوا هل عندهم هجمات لا وين ولا ما وين خليك منتبه لهذه الحركات انتبه يروح عليك أي شيء. قبل شهر من القبض علي طلب مني أبو بدر أنهم هم شخصين مهمين فقدوا أليهم في الفازة محاولة تسللهم إلى الفازة هل هم قتلى أو جرحى ولا فين نقلوهم أي مستشفى ولا فين. خلاص كلمته أنا قلت له كتشلوهم رسل لي محمد إبراهيم برسالة أسماء 22 شخص من أبناء التحيطة
مجندين مع القوات المشتركة، هل هم صحيحين هذيل الأوادم ولا مش صحيحين؟ وقلت له اطلعت على أسامهم، قلت له صحيحين من عسكريين. وكنت سألني على أشخاص من البلاد هل هم يشتغلوا مع القوات المشتركة في التحيتة؟ اللي اشتغلوا قلت له اشتغلوا، واللي ما اشتغلوا قلت له ما اشتغلوش. وطلب مني كشوفات الألوية، آسامهم، آسام كتايب، آسام سرايات، كم فصيلة، كم سرية ألواء، كم منهم، ومتى يستلموا رواتبهم. كنت عندما يستلموا رواتبهم أبلغه أقول له اليوم يستلموا رواتبهم. طلب مني أن أعضاء مجلس محلي هل يشتغلوا مع الألوية، هل يجندوا لهم، هل هذا؟ قلت له لا، لا يشتغلوا ولا شيء، هم ماسكين المجلس المحلي، هم أعضاء زي ما كانوا أول. كان عبد الله طيبي مشرف الحوثي كان أطلبه دائما يرسل لي بأشرة ولا 15، وأبو بدر كده أعطانا مرة هناك 20,000. يوم ما جلسنا في مزرعة أبو أحمد يوسف أعطانا 20,000، والحوالات كانت مستمرة من محمد إبراهيم. والآن أنا ندمان على غلطي بتواصل معهم، وارتكب ذنب كبير، أحس نفسي أن أنا مذنب. وأنصح أي واحد إنه له علاقة بالحوثيين أن لا يتواصل معهم، وأن يرجع إلى الله ويرجع إلى صوابه، ويلفت الإنسان لأهله وأولاده. هذا إذا كان الشخص له أولاد وله أسرة يتكون، إنه لا يضيع نفسه زي ما اللي حصل لي وحصل لغيري. أنا اسمي ياسر سعيد حسين منوبي، من محافظة الحديدة، مديرية الخوخة، قرية القداح. أنا عملي مع الحوثيين قدام سنة ونص تقريبا، ولا قدام ما استحقتهم ولا شلت دورة معهم ولا شيء. أخواني الصغار شهاب يوسف من 2016 اليوم الحوثيين معهم ثقافة، وما زالوا معهم، دخلوا المقاومة معهم، عندهم مع الحوثيين. بدايتي مع الحوثيين عن المعلومات بعد مقتل أبي، وابو علي يعني كاميرات سنة قال لي ايش تشتغل؟ قلت له حارسي في الكداح. طلب مني على تحركات الزوارق عن الدخول والخروج، وبعدها ارسل لي ب50,000، وطلب مني اشتينا روح الخوخة من شان التحركات والدقماعات في الخوخة. قتل والدي على ارض، على مشاكل الارض، ووعدوني الحوثيين انهم يشلوا ثار والدي مقابل عملهم عن المعلومات، لا وفوا بالوعد حقهم ولا شيء. أنا أكثر المعلومات عن خفر السواحل، طلب مني عن خفر السواحل، عن الزوارق، تحركات الزوارق، الدخول والخروج، وعلى المواقع اللي حولنا، عن القطابة والبوزار. قلنا له قلت له في كل مكان مواقع، في خفر السواحل كل مكان مواقع. طلب مني عن موقع الكداح، وعن اسم القائد السابق، وعن الأفراد. بلغتهم على الدخول والخروج الزعيمة من الميناء الحيمة إلى أزقر، إلى تبديل الأفراد مرتين قدام شهر عن قبض عليا. بلغت عن اجتماع قادة خفر السواحل في بوزار، وبلغت عن اليوم الثاني عن جمع الأفراد في موشق والكتابة والكداح. خبرتهم متى يستلموا الصرفة والراتب خفر السواحل، وبلغت عنا خمساتكم ومدرعتين رايحين سنة الحديدة. أنا غلطت، وأطلب منكم العفو والسماح، وأطلب من كل واحد يعني من الله لا تقرر بالحوثيين، والحوثيين ما يعوب في بودهم.